من زمان قوي، وفي يوم حد من أيام الربيع الجميلة، وصل لمدينة أورشليم شخص عظيم جدا، وكان اسمه يسوع. ايه اللي بيحصل؟ الناس دي رايحة فين؟ انتي ما سمعتيش؟ هو بنفسه جه هنا، اخيرا جه. مين اللي جه؟ الملك. تعالوا. الملك، تعالي نشوفه. اهو هناك يسوع، اهو. فين؟ مش معقول هو اللي راكب على الجحش. الملك على جحش؟ الملك لازم يكون راكب عربية من ذهب وبتجرها حصينة. انت متأكد انه ملك؟ ده شكله عادي زي اي واحد فينا. جايز يكون شكله عادي، لكن ما سمعتش عن اللي عمله؟ يسوع عمل معجزات عجيبة ساعد بيها الناس، وحتى لما كان مشغول جدا كان بيلاقي وقت يهتم فيه بالاطفال. كان مرة في شحات وكان أعمى من يوم ما اتولد، ولما لمسوا يسوع عارف إيه اللي حصل؟ الأعمى رجع يشوف تاني. ده مش كل حاجة. أنا سمعت إني مرة يسوع راح فرح وما كانش عندهم عصير كفاية، فرح جايب براميل المية وحولها العصير. المية بقت عصير؟ ده ولا حاجة جنب اللي سمعته. ده بيقدر يمشي على المية. ده راجل عظيم فعلا. ده راجل عظيم فعلا. وسعوا الطريق. شخص رائع فعلا. وسعوا الطريق. عايز تروح فين يا يسوع؟ خلينا نروح الهيكل. انا نفسي ازور بيت الصلاة بتاع ابي. الهيكل؟ حاضر، من هنا. النهاردة كان يوم زحمة، أكيد الهيكل هيكون هادي ورايق. براحتكم، مفيش مشكلة أبدا، محدش هنا بدقة، تقدر تدخل بالجحش اللي معاك الهيكل. بتقول إنه ده كان مكان عبادة؟ أمال، وكل ما تدفع فلوس أكتر هتزيد البركة. البيت ده كان لازم يكون مكان لعبادة الله مش للتجارة. دول حولوا المكان لسوق. السعر ده غالي قوي، انا مش هدفع غير درهمين. لا مفيش مصر. اخرجوا من هنا كلكم حالا. تعالوا يلا نخرج من هنا. مش كل الناس كانوا سعداء بوجود يسوع. بعض الكهنة في الهيكل كانوا بيغيروا جدا عشان الناس كانت بتحب يسوع اكتر منهم، وما كانوش مصدقين ان يسوع هو الملك. انت دايما بتحكي لنا عن المكان الجميل اللي اسمه السماء، لكن ازاي ندخل السماء؟ تؤمنوا بالله وتؤمنوا بيا وتحبوا الله من كل قلبكم وتحب قريبك زي نفسك وتسامحوا الناس لما تغلط. لو واحد جعان اكلوه، لو شفت واحد عطشان ادوله يشرب، ولو حد احتاج مساعدة قدموا هاله. لو شفتوا اللي بعمله وسمعتوا اللي بقوله هتعرفوا ازاي تدخلوا السماء. حبوا كل الناس، الغني والفقير، واهم من كده عايزكم تحبوا اعدائكم. لكن يهوذا، واحد من تلاميذ يسوع، كان محتار جدا لانه كان بيتبع يسوع من مدة ولسه مش عارف ازاي يحب كل الناس. وكمان يهوذا كان بيحب الفلوس وما كانش بيشبع منها. انا متأكد انها وقعت مني هنا. من فضلك، في فلوس وقعت مني، يا ترى انت لقيتها؟ هو يعني كان اسمك مكتوب عليها؟
وفي يوم قرر يهوذا انه يعمل عمل شرير. انتوا عايزين تعرفوا فين مكان يسوع؟ طبعا. مين انت؟ انا يهوذا من تلاميذ يسوع، واقدر ادلكم على مكانه، بس كله بتامل. موافقين، ودينا ليه، ده عمل لنا مشاكل كتيرة والناس دلوقتي بتحبه اكتر مننا، لازم نوقفه. طب هتدوني ايه لو قلت لكم موافقين؟ ايه رأيك بتلاتين من الفضة؟ وما تخافش، محدش هيعرف اللي حصل. ماشي، اتفقنا. هرجع لكم وادلكم على مكان يسوع. وفي نفس الليلة دي دعا يسوع أقرب الناس لي تلاميذه لعشاء خاص. أهلا بطرس، أهلا أندراوس، أهلا بكم يا يعقوب ويوحنا، فيلبس وبرتولماوس. إزايك يا توما، وإنت يا متى، إزايك يا يعقوب، إزايك يا سمعان، وإنت يا يهوذا. آه، كان يوم متعب وحر، أنا تعبان. آه، وأنا كمان. ويسوع كان عارف إن الوقت قرب، لكنه حب إنه يعلمهم درس عملي. إيه ده؟ هتعمل إيه؟ هغسل رجليك، تسمح بعد إذنك؟ لكن مش معقول إنك تعمل كده، دي شغلانة حد من الخدم. لكن أنت أكبر وأعظم من إنك تتعب نفسك وتغسل رجليا. من فضلك يا بطرس، أنا أحب أعمل كده. ممكن أنا كمان؟ وإنت يا يوحنا، ممكن؟ يسوع بنفسه وهو الرب والسيد، ولف عليهم واحد واحد ومعاه طبق كبير فيه مية، وغسل رجلين التلاميذ كلهم. مع اني انا السيد، لكني بخدمكم واحب اهتم بيكم، وعايزكم انتوا كمان تهتموا بكل الناس. ودلوقتي اسمعوا، في حاجة مهمة عاوز اقولها لكم الليلة دي. في واحد فيكم مش بيقدر محبتي، هو هيخني وهيسلمني. مين؟ مين هو؟ يا ترى أنا؟ ولا أنا؟ مش أنا. قوم يا يهوذا، اعمل اللي كنت عاوز تعمله. يا أبي بشكرك، من فضلك يا أبانا السماوي، بارك الخبز وبارك الكاس، خدوا كلوا، هو ده جسدي، اشربوا من الكاس دي كلكم، هو ده دمي للعهد الجديد اللي هيسفك لمغفرة الخطايا. وقال لهم يسوع ان كل مرة تاكلوا فيها الخبز ده وتشربوا فيها الكاس دي هتفتكروني وتشهدوا عن موتي لغاية ما اجي تاني. لكنهم فضلوا سمعين كلام يسوع وهم مستغربين. دي اخر مرة هاكل فيها العشاء معاكم، وبعد كده همشي، لكن ما تقلقوش، اوعدكم اننا هنشوف بعض تاني بسرعة، وعايزكم دايما تفتكروا تحبوا بعض زي ما انا حبيتكم. احنا مش عاوزينك تمشي وتسيبنا، عاوزينك تفضل معانا دايما. انت لازم تمشي فعلا؟ ايوه، لكن افتكروا دايما اني هرجع تاني، وقريب هنكون مع بعض. لو كان في شخص عاوز يأذيك، احنا هنساعدك، مش كده؟ لا يا صاحبي، انتم الليلة هتكونوا خايفين، لكن كل حاجة هتمشي كويس. ودلوقتي أنا هخرج أصلي، حد فيكو عاوز يجي معايا؟ أنا عايز. وأنا كمان. أنا هاجي معاك يا يسوع. وأنا كمان يا يسوع. وأنا هاجي معاك يا يسوع. عظيم، تعالوا ورايا. خرج يسوع ومعاه الحداشر تلميذ في الليلة دي، وفضلوا ماشيين لحد ما وصلوا لمكان اسمه جبل الزيتون، وكان الوقت متأخر وابتدى التلاميذ يتعبوا جدا.
أنا عايز أكون لوحدي شوية. استنوني هنا وخليكوا صحيين ما تناموش. طبعا طبعا هنكون هنا لو احتجتنا. طبعا تقدر تعتمد علينا. أنا تعبان. أنا كمان. إيه رأيكم نقعد ونرتاح شوية تحت الشجرة دي؟ يا أبي السماوي، أنا عارف إنك بتحبني، ساعدني وقويني عشان أعمل اللي أنت عاوزني أعمله. أشكرك. آمين. هناك في مدينة أورشليم. قل لنا فين يسوع. تعال ورايا. بطرس، يوحنا، انتوا فين؟ انتوا نمتوا؟ في ايه؟ مين؟ انا فين؟ ايه اللي بيحصل؟ اصحوا بقى، كفايه نوم. ها؟ ايه اللي بيحصل؟ اهو يسوع. استنوا، احنا هنحميه. لا يا بطرس، أنا لازم أروح معاه. رجع كده المكان، ده اللي الله عاوزني أعمله. والجنود اللي قبضوا على يسوع عملوه زي المجرمين حسب أوامر بيلاطس البنطي، لأنهم ما كانوش بيؤمنوا إن هو ابن الله، وصلبوا يسوع على الصليب بين لصين. التلاميذ حزنوا جدا على يسوع، لكن كان في مفاجأة عظيمة في انتظارهم. وجه بعض التلاميذ وأخذوا يسوع ودفنوه في قبر زي ما كانت العادة في الأيام دي. وحطوا حجر كبير جدا على باب القبر عشان محدش يقدر يدخل. ووقف حراس بالأمر قدام باب القبر، وعد يومين بلياليهم. وفي اليوم الثالث الصبح بدري. انت سمعت حاجة؟ ايوة ايه ده اللي بيحصل هنا يا ترى؟ وازاي الحجر الكبير ده بيتحرك لوحده؟ وفي نفس الوقت جت مريم المجدلية واصحابها يزوروا قبر يسوع. احنا جبنا كل حاجة معنا مش كده؟ الاطياب والحنوط؟ افتكر كده، بس احنا المهم نكلم الحراس. اتمنى انهم ما يحاولوش يمنعونا. وسعوا السكة. انا مش عارفة دول بيجروا ليه. ما تخافيش يا مريم، يسوع مش هنا. يسوع قام من الموت، يسوع حي من تاني. روحي فرحي أصحابه بالأخبار الحلوة.
يسوع حي. لازم نقول كل الناس، دي أخبار عظيمة. يسوع حي، يسوع آمن الأموات. في ملاك ظهر لي هناك وقال لي الخبر الحلو ده. أنا مش مصدق وداني، دي معجزة. مش معقول، يسوع أمن الموت. يا إلهي، أنا لازم أتأكد بنفسي. مبسوطة إني شفتك، عندي ليك أخبار رائعة. يسوع حي، يسوع آمن الأموات. أوه، أنا مقدر إن أعصابك تعبانة يا مريم، حاولي ترتاحي شوية. لا لا صدقني، أنا بقولك الحقيقة. طبعا شكرا، دي أخبار هايلة. ما ترجعي بيتك ترتاحي شوية. صدقني دي الحقيقة. ودلوقتي تشوف يا توما. يسوع، معقولة دي؟ ودلوقتي بقى مدام يسوع سابنا نرجع نصطاد تاني. انت جاهز بالشبكة؟ ايوة معايا يا يوحنا. ماشي، ادي واحد اتنين تلاتة. ودلوقتي يلا نرفع الشبكة. يلا ارفعوا، شدوا. مش معقول، برضو فاضية المرة دي. احنا من الصبح ما اصطدناش ولا سمكاية. متهيالي اننا نحاول تاني. ادي واحد اتنين بصوا مين ده اللي واقف هناك. ارموا شبككم على الناحية تانية من السفينة. وهتفرق ايه يعني؟ ما احنا جربنا الفكرة دي قبل كده. احنا جربنا قبل كده، حاولوا تاني. معقول يكون السمك موجود على الناحية التانية من السفينة فعلا؟ متهيألي نحاول ومش هنخسر حاجة.
معايا. واحد، اثنين، ثلاثة. ياه، يلا شدوا. بصوا اصطادنا سمك قد ايه، كل ده سمك. لكن ازاي ده حصل؟ وعرف منين؟ مين الراجل ده؟ دي معجزة بالتأكيد. معجزة؟ يسوع؟ هو؟ أنا مش قادر أصدق، هو يسوع. يسوع! بسرعة شدوا الشبك معايا، ارفعوا بسرعة عشان نرجع البر. يسوع، أنا مش مصدق إنك رجعت لنا. أيوة يا بطرس، بس الفترة بسيطة، لأني لازم أرجع بسرعة لأبي في السماء. يعني هتسيبنا تاني؟ أنت لسه راجع، عاوزينك تفضل معانا. ما تزعلوش، أنتوا لازم تكونوا فرحانين، افرحوا. نفرح؟ نفرح إزاي بس وأنت هتسيبنا تاني؟ لأني مت عشان كل حاجة غلط عملها الناس. يعني أنت مت عشان خاطرنا؟ لكن ليه؟ لأني بحبكم كلكم. وعاوزنا نعمل إيه؟ عايزكم تكونوا مع الله في كل وقت، وتحبوا كل الناس زي ما حبيتكم أنا. وأنا رايح السما عشان أجهز لكم مكان احكوا لكل الناس عني وعن اللي عملته، وافتكروا دايماً إني معاكم للأبد. إحنا مش ممكن ننساك، وهنحكي لكل الناس عن محبتك. وفعلاً التلاميذ ما نسيوش يسوع، وراحوا كل بلد وقرية في أماكن كتير في العالم يحكوا للناس عن يسوع ومعجزاته العظيمة.